شكرا لك بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة الأرمينية يريفان مباحثات مع نظيره الأرمني ورئيس الوزراء، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مباحثات الرئيس السيسي سيتم خلالها تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا عقب ختام زيارته لأذربيجان. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في غارة روسية على إحدى مدن منطقة دونيتسك. وأكد أيضا الرئيس الأوكراني خلال خطابه اليوم على ضرورة تزويد بلاده بصواريخ باليستية وغيرها من الأسلحة المماثلة لصد الهجمات الروسية، خاصة في دونباس ومنطقة خاركيف جنوب البلاد. أعلنت أوكرانيا فرض عقوبات على 185 شركة وشخصية تتعامل مع روسيا في مجال النقل عبر خطوط السكك الحديدية. ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على قرارات مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن العقوبات ضد الأشخاص الذين ينقلون المعدات العسكرية والجنود بالسكك الحديدية، حيث تم حظر أصولهم في البلاد تمهيدا لاستخدامها للدفاع عن أوكرانيا. وتضم القائمة 3 شخصيات و182 كيانا قانونيا. التقى المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في أولى محطات جولته الخارجية بأمريكا الجنوبية. وعقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية. ومن المقرر أن تشمل جولة المستشار الألماني أيضا كل من تشيلي والبرازيل، حيث يلتقي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للمرة الأولى بعد توليه الرئاسة. أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملته الرئاسية بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024. وخلال تجمع للحزب الجمهوري وعدد من مؤيديه في ولاية كالورينا الجنوبية، تعهد ترامب بحماية الحدود الجنوبية من عصابات التهريب وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، كما تعهد بإصلاح المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحذر من تغير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث في 2020، في إشارة إلى ادعاءاته المستمرة بحدوث تزوير في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن. قتل 3 أشخاص وأصيب 4 بجروح في حادث إطلاق نار داخل أحد المنازل بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأوضحت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع أثناء تجمع داخل منزل قرب مدينة بيفرلي هيلز دون تحديد أسباب وقوع الحادث أو تحديد مرتكبه. ووقع الحادث في أعقاب عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 18 قتيلا في كاليفورنيا. وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام خلال الفترة من الأول حتى 11 فبراير المقبل. ويستهل الأهلي مشاركته في مونديال الأندية الأربعاء المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوكياسونيا، ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي لمواجهة سيتال ساوندرز الأمريكي بطل كونكوكاف في ربع نهائي البطولة. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.